32 سنة، زوز متر و 17 سنتي، 15 سنة مسيرة في كرة السلة وعزيمة ما عندهاش حدود. هذا باختصار صالح المجري بطل تونسي في كرة السلة وينافس اليوم الأمريكان في عقر دارهم. الجمعة هذه حوار خاص مع صالح المجري، منين جاء، كيفاش اكتشف الموهبة نتاعو، حكينا مع رياضي التونسي على مسيرته وعائلته والحب في حياته ومشاريعه، هذا وأكثر في انستافان. ضيفنا صالح المجري نجم كرة السلة المحترف حالياً في أمريكا، نحكيه على المسيرة متاعه، كرة السلة، العراقيل، النجاح، الأحلام، الحياة الشخصية، هذا الكل في إنستافان. شامبيون مرحبا. عايش خويا الله يخليك. شحوالك صالح؟ الحمد لله لاباس. لاباس؟ الحمد لله. انستغرام؟ برشا جو. 100,000 برابور للإنجازات متاعك يتسموا شوية برشا. كنتش برشا كتيف يعني، حدثه مش كتيف برشا. وناس تافهين عندهم لين؟ ثم ما عندنا ما نوريه. صالح مجري فما 50 هو رقمك. كيفاش جاه الرقم هذا؟ أنا من قبل يعني، إحنا اللي بيوفو يسمونا بوست 5 وديما نحبوا يا 5 يا 15، يعني كما تقول أنت أتاكون يلعب 10 ولا 9 في الفوت. كمشيت في 2011 للسمر ليج باش نحاول ندخل الان بي اي، حبيت رقم 5، قالوا لي لا رقم 5 عند شي واحد شكون اخر باش نعطيوك رقم اخر يشبه له، عطوني ساكونت من ثميك عجبني الرقم وقعدت نمشي بيه، يعني 5 مع 0 5 دونك ريال مدريد. محلاها تصوير استعراضيه له برشا. هذاك هو يعني انا هذاك علاش لعبت برشا عباد يعني يحبوني، على خاطر اللعب نتاعي فيه برشا تقول انت استعراض لي كونتر لي زماتش الحوايج هذوما سورتو حاجه هكا ما تصيرش كل يوم فهمت. وفي نادي عملاق زادك في ريال مدريد في الساله تبارك الله مزيانه كل شيء. تصوير حلو، نسيت اللي انا عملت حاجه هكا ديجا والله بالحق. نسيت اللي راح حبيت التصويره هذه. بديت الباسكت 2005 يتسمى مخر برشا معناتها في امريكا يبداو من عمرهم 3 سنين 4 حتى في سنين. تونس حتى في تونس اصحابي الاولاد اللي يلعبوا معايا في ليكيب ناسيونال لعبت معاهم في ليتوال الكل يعني بداو صغار يبداو 8. شو اللي هزك الباسكت؟ والله في الباك سبور انا شافني سي منصف الزغدودي. حتى للباك سبور انت ما تعرفش تلعب باسكت؟ نعرف الجمله ما نعرف شيء ساعتها على الباسكت، نعرف حاجه واحده نعرف الان بي اي ومايكل جوردن اكاهو. معناتها صالح من الباك عمرك 18 سنه كره الباسكت ما تعني لك حتى شيء؟ نعم ما تعني حتى شيء، نعرف حتى شيء من الباسكت ونتفرج فيها بالكل. باك سبور شفني سي منصف قال لي طويل انت عارف تلعبش باسكت، خش معناتها باسكت تحب نلعب فوت، قال لي لا راه طولك تاع باسكت وكل شيء. عديت ومشيت للسوسة ساعتها هو وصحابه سي محمد تومي، ثمك سي محمد تومي مازال كيشد ليتوال، باش يشد ليتوال مازال ما بداش معاهم ديجا باش يبدا السيزون هذيك. مشيت شافوني على طول يعني لقوني اتليتيك نجم نجري، تعرف انت انسان طويل ما تنجمش تجري كل شيء، تقول انت الفوت عاوني برشا نلعب خاطر ديما نلعب فوت، حتى لعبت في جمعيه صغيره كل شيء. مشيت لسينابيل الحطاب زاد ساعتها هو الديريكتور تكنيك تاع ليتوال تلها بيا برشا برشا عباد لهو بيه حق ما نحبش نقعد نسمي باش ما ننسى حتى حد يتخشوا عليا خسرت لي برشا مرات. قديش كنت تخلص في الاتوال؟ من الاول ولا من الاخر؟ من الاول. من الاول بون تنجم زاد انت تجي جمعيه تقول لها خلص جوار سافوار باش يكون جوار ولا مازلت ماني جوار اصلا انا يعني فهمت. اما مشروع جوار ناخو صحيت ناخو ساعتها 80 دينار جوكروا. وكي كملت مع الاتوال؟ عملت كونترا 3 سنين 15,000 دينار في العام دونك مليون ونص في الشهر، اما يقسموهم بريم سيناتور وواحد عمل عام واحد عملت به يعني الكونترا ذاك، بعد خرجت لبلجيكا العام الاخر ما كملتهمش. اول كونترا في بلجيكا؟ اول كونترا في بلجيكا قديش؟ عملت ساعتها قسمنا مع ليتوال 75,000 دولار العام الاول، وبعد العام الثاني 2500 يعني 75,000 دولار في العام ومن بعد 105 في العام عامين دون. التصوير هذه في نعملوا عشاء مع ريال مدريد باسكيت وفوت زوس في الكريسماس نويل. هو غاديك بيان سور انا مغروم به من قبل حتى ما نبدا نلعب باسكيت، اغتنمت الفرصه باش ناخذ تصويره كالناس الكل. مشيت له كمعجب ولا كزميل؟ زوز،
خاطر احنا قاعدين نتفكر ظهري قعدت نفس الطاوله معاه هنا. اما من بعدك توا ولينا مش نقول لك اصحاب يعني نكلموا وينك سافا كل شيء، اما كنقابلوا بعضنا كل شيء عرفتني نعرفوا كل شيء. قداش مره قابلته؟ برشا مرات. شو تحكي معاه؟ والله نحكي وينك سافا اش عامل جنرال يعني مش نحكي يعني حوايج يعني تحكي له على تونس؟ يعرف تونس بيك دي ويعرف بوم جيش لتونس بشه برشا مرات للمغرب مي يعرف ومثقف برشا راهو. عقدك في الريال قديش كان؟ فلوس؟ ما بدينا بثمانين دينار؟ اها انا نتبعو نكبرو. عملت 550 750 عامي. 550 ألف دولار ولا أورو؟ أورو أورو؟ 750 ألف أورو مش يحسبوليش معهم بعد يعملوليش كالسيد خلوش السيف. أما خذينا وصلت بريود خذينا 400 ألف دولار على التيتروت اللي هزيناها مكهو. هزينا أربع تيتروت مع بعضهم سوبر كوب كوب وشامبيونا وشامبيونز أورو ليج اللي هي كيف تشامبيونز ليج هزيناهم كله في عام واحد. أنا مع ريال مدريد في عامين على سيرويت فينال عبنا وي فينال. هذا العقد اللي بدلك حياتك؟ هاي حسيت روحك انه سي الماجري توا حياته تبدلت وليت تلبس عليك وليت تنجم تستثمر في اسمك معناتها استوعبت هالمرحله هذه ولا لا؟ ولا ترهوشت؟ ولا الفلوس دوختك؟ نو الفلوس ما دوختنيش امبوسيبل خاطر التو نعيش كما قبل انا ما نقولكش قاعد نعيش كما كنت نعيش ب 80 دينار مي قاعد نعيش كما نعيش بمليون ولازمين شهريه كيف تستثمر؟ قاعد نحط في فلوس في البنك عندي كونسيي قاعد يعاون فيه وكل شيء حاولت باش نستثمر في تونس مي صعيبة تونس صعيبة سي ديفيسيل برشا. استثمرت في أمريكا؟ فلوسي في أمريكا توي فلوسي يعني نصرفهم في الأمبير كلها قاعدين في أمريكا وفلوسي الآخرين في إسبانيا كيف في تونس صعيب كل شيء صعيب. في أمريكا ضرائب قاسية ما يرحموش؟ ما يرحموش. أما الأفنتاج اللي عندنا في تكساس ما نخلصوش ستيت تاكس يعني نخلصو كان 38% للدولة في تكساس ما ثماش. دونك كي تقول أنت في كاليفورنيا ولا فلوريدا ولا نيويورك خلصوا 50% 52% دونك تقسم بريسك مع الدولة. علاش خرجت من ريال؟ ما خرجتش من ريال جاو قالوا ما عادش حشنا بيك ولا ما نحشمش يعني مش فيها حتى سر جاو تطريدة هذه؟ نو احنا صححنا 2+1 يعني عامين سير والعام الثالث عام الثالث اوبسيون للكيب هي تقرر اسكو تخليك ولا خلصوني اعطوني فلوسي وقالوا لي مش تقعد هكا مشيت من بعديك بون جاتني في الفايده انا مشيت للان بي اي دونك هي ما طريقه الخروج كانت من باب صغير والله شكون صالح قدام راؤول وكاسياس وكريستيانو وغيره وغيره كنت راه فاهم كيفاش يخرجوا زادا انا كانت ليكسبيريونس حلوه كي مش ندخلوا لي ديتاي تنجم تقول زادا ساعدهم مش هم عندهم جوار يجي يقول لك ما مشيتش نلعب في اسرائيل بار اكزومبل بون هو حاجه تابو هذه وكومبليكي شويه العام الاول قلت لهم ما نمشيش قالوا لي لا تمشي عندنا جوالات ساعات عندك 9 جوالات قلت تقعد انت عندك 8 جوالات ما نمشي انا نلعب ماتش رو ليغ 8 جوالات دونك جيتي اوبليجي باش نمشي وصاروا برشا مشاكل سواء انا في تونس ولا في غادي كيف مشيت وتقلقت مشيت وتقلقت بشيرتي في تونس والغادي كازوز فهمت خاطر انا عملت انترفيو زاد تنجم تقول ما عملتش انترفيو هو واحد نعرفه جورناليست كلمني سالني سؤال قلت له بالنسبه لي انا هذه انا جيت لفلسطين ما جيتش لاسرائيل نحكيو يعني كاصحاب مش قاعدين اما هو جورناليست مش نحكيو هو يهودي ماخو تونسيه مرته تونسيه يعني كتبها دونك تغشوا هما سي نورمال عادي انت العام الجاي قالوا لي ما سي با لا بين باش تمشي بالكل يعني هما جاوني قالوا لي ما تمشيش يعني ما نحبوش على البوليميك هذا ديجا صار عم ناول وكل شيء دونك نجم يكون هذاك ما نجم نحبش نقول هذاك هو انا خاطر شوف اون شانج جامي ان ايكيب كي غاني قلت لك انا هزينا اربع تيتروات كات سر كات فهمتني
بعد جو يتخلع لي أنا على بوروسي سوماكر وماركوس سلوتر هذوما ثلاثة بيفوات يعني نتاع بون بوروسيس كان عنده مشاكل مع الانترنور ذاك واضح علاش خرج ماركوس سلوتر ظهر باسبور هو امريكان ظهر باسبور افريكان زاد يعني فاقوا به الليغ وكانوا باش يعاقبوا ريال مدريد كل شيء دونك خرجوه باش يقصوا الحكاية أنا ما نعرفوش عليه يعني فماش ريزون واضحة بون نقول لك زاد ما تنفعنيش وانت اللي تخلوا عليك تمشي لأمريكا أنا نمشي لأمريكا بروسيس يمشي ياخذ ميور جوار في الأوروب يلعب مع جمعية أخرى في إسبانيا وماركوس سلوتر يخلص الدوب اللي كان يخلصه في ريال مدريد في تركيا دالاس شاينين لايك ستار بالحق تحس روحك غادي كستار بالحق من نواحي كل يعني ذا قبل الماتش يعني نبدو خارجين تلقى بريسك 500 بوستير فان ولا كل تصويره بوستير في الام بي ولا بالحق يعني كنت وريك طبعا عندي برشا صاله ما نهبطهمش كل تصويره بوستير يعني كنا 750 العقد ولا قدش ولا تروى مليون تروى زون ثلاث ملايين ثلاث سنين 3 مليون دو دولار ثلاث سنين وسنة العام الرابع هذا 2.2 2.2 عام واحد معناتها لهنين ما نتصورش انه فما حجم متاع نجاح وبيك اكثر من هكا معناتها العصر الذهبي عشته 15 16 17 كل في ريال مدريد حتى عام ريال مدريد ذهبي روح برحا ريال مدريد دائما احلى مش فضي لا ذهبي ذهب هذا ذهب اصفر ريال مدريد ريال مدريد ذهب ابيض ريال مدريد ذهب اصفر كيب ناسيونال برشا جو جو بينه معنى قلتها جو بمعنى جو باهي وجو خايف مش خايف اما خساره يعني مشاكل صاروا قديش كنت انت سبب في المشاكل هذه؟ 50% معلش هو المشكله بين زوز عباد 50-50 ديما فهمت انا نجم نكون فور اكزامبل دعوه انا دعوه وما على باليش نقول لك انا زيرو هما 100 الله اعلم شوف كل واحد there is two sides of the story ثم انت تقول الحكايه كيفاش صارت وانا نقول الحكايه كيفاش صارت الناس تحكم فهمت توجعك كلمه دعوه تكبر علينا حسب روحه ما تكبرتش انا اصلا نشوف هذه انا جيت من بلاصه ريفيه يعني عباد سامبل برشا عباد التو مازلت روح هذيك تشوفني قاعد في شلاكه بصبوع على جوره نورمال ما يخلقنيش رغم الفلوس اللي حكيت ورغم الشهره ورغم كل شيء لان يعني مازلت نفس الانسان علاش قالوا دعوه سامبل انا ما كنشوف حاجه غلطه نتكلم يعني عندي زوز عباد طويل بطلت ما عادش اعتبرهم طويل من اللي ريتك معاهم اطول رابور في بلتي في تونس طويل بلتي هاي اطول واحد هاي طويل بارك الله عليه هو سام فور ولا مش من زاد صحابي توي صحابي صحابي انا بلتي كنا باش نعمل حتى اغنيه مع بعضنا كل شيء تغني راب لا 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 باش نظهر معاه في الكليب يعني كل شيء اما تحفظ له بلتي باش نحفظهم الكل احسن اغنيه البلتي تعبر عليك ماي لايف تعبر عليا القديمة هو ما يحبهاش ترى ما يحبش القديمة بتاعه هو ده. أما ماي لايف أحسن واحدة يمكن في بالي بيها طويلة برشا كان كيريتها معك أي عم نول هم ساعتها يصوروا في مسلسل مشيت مرام وتحب لي طوال زادة دونك بن جمعي برسك خلطت هي طويلة بارك الله عليه مزيانة زادة قديش عمرك انت 32 زون إن شاء الله 33 في جوان اما وقيد باش تتلهب روحك شويه حسيت كي سكرت الكوره فكتك على العائله على روحك انت سي ان شوا هو باش الهادي نلعب 82 ماتش في 7 شهور بعد لازم كيت ناسيونال بعد باش تقف ما بينك وما بين روحك قدام المرايه عمرك 40 سنه باش تقول يا صالح انديدي عندهم ولادهم توا يقراوا في المكتب وفي الجامعه وانا
زاد باش ناخذ قدام روحي ونقول يا صالح مراه خذيتها وجبتها عشتها في امريكا باش تحطها في الدار. شرطك انه مراه تونسيه انت؟ ايه ما نخوش برا. ما كيفك حند بنت بلادي؟ والله حتى كان بروجرامي مش باش نعيش في تونس انا ما نمشيش معاهم البرانيين. جربت 3 4 5 وجوي باهين كل شيء من كولتير زايد تعيش لبرا تمشي تجي انا تونسي تبارك الله عندك كل شيء عندك الصحه عندك الشباب عندك الفلوس عندك الشهره عندك النجاح يخافوا مني تخوف؟ نو يخافوا من هذوما اللي سميتهم انت الكل تصير يعني الانتيميداسيون هذا مشهور هذا كذا هذا كذا في رمضان جاي العيد مسلم بيان سور في امريكا فما عنصرية؟ نو ترامب نعيشوا عصر ترامب تو شنو عنصرية؟ أنا باش نحكي لك على العباد اللي دايرة بيا يعني ما عنديش معاهم بالعكس يسألوك على دينك ولا ليه؟ يسألوني بارفوا نفكر أن هاريسون بارنز نمشي ونفطروا جوست باش نحكوا على الدين باش يسألني نسأله أنا وكل شيء هو كريتيان بربي أنا مش برشا مطلع على الـ NBA أنت التونسي الوحيد اللي في الـ NBA في تاريخ الانبياء العربي الوحيد اللي لعب في بلاد عربيه ومشى الانبياء في تاريخ العرب الوحيد يعني عندنا عرب اخرين ولدوا في امريكا ام وبو وتربوا غادي وكونتهم صحيح. امريكا وتعلموا غادي فوالا فوالا اكزاكتومون شو السر؟ والله محظوظ برشا حظ عندي برشا حظ خدمت برشا الحمد لله يعني ديمترسيز سي با دوني ا تو الموند زاد مي ثما برشا عباد ديمترسيز راهو مش يلعب حتى في الكوره بالكل فهمت كدراوني العباد صحاح جاوني يعني في طريقي جاوني عباد يفهموا باسكيت ويعرفوا كل شيء سمي لك سيري ضال عبيدي سينا بالحطاب سي محمد تومي سعيد بن زاتي راس الجامعه سي عادل ولا جون تاعي زاد عاوني برشا دونك فوالا شكون من المشاهير حضروا لك ماتشوات؟ اوف كل كل ستيفن جيرارد سمو تاع الفوت تيري اونري جا برشا مرات كارداشيان هذوك ديما يجي وديما يجي قلقين هذوك ديما صح يتقلقين ودبروا دبروا في خدمه كويفو هانشو هذوما الكل ترافيس كوت ديما غادي كل يجيو 50 سنت شو اسمه رابر اكزيبيت بوست مالون هذاك من دالاس بطبيعته ديما يجي دونك اوباما جا برشا مرات زادا تقابلهم انت تحرص باش تقابلهم ولا؟ اي قابلوهم ديما يدخلوا الفيستير هما اصلا يحبوا يجيو يسلموا على الجوارات وكل شيء عندك تصاور معاهم؟ ما نصورش هذيك مشكلتي بالحق مع تو باغ اكزومبل عندي تصويره مع اريك جليسيس ما نعرفش هبطها ولا حتى على انستغرام ما هبطهاش ما هبطش ما هبطت مع مرام وبلتي وما هبطش مع اريك جليسيس هذوك نتاعنا اصحابنا صالح الماجري عندي ليك مجموعه اسئله حاول جبنا عليهم في اقل من 90 ثانيه حاضر؟ حاضر صالح احسن ذكرى عندك في طفولتك؟ كنت طهرت أكثر إنجاز عملته فخور به؟ كي مشيت للـ NBA ديربي تراجع لفريق شكون شجع؟ باش تغشوا علينا هكا الأفريقي أحسن رابور أمريكي عندك؟ كريس براون أكثر ماتير كانت تعجبك في القراية؟ مات شو أكثر حيوان ولا كائن يمثلك؟ تنين أكثر حاجة غريبة تقالت لك؟ متكبر أحسن تيتر هزيته؟ كوب دافريك 2011 آلة موسيقية تحب تتعلم تعزفها؟ البندير صالح مسرحية ولا فيلم؟ فيلم حاجة تحب تحققها قبل الاعتزال؟ نهز لمبي قدوتك في الباسكيت؟ دورك نوفيتسكي خدمة الأحلام وقت اللي كنت صغير شنو كانت؟ مهندس أكثر حاجة تبكيك؟ ظلم حاجة تعجبك في المرأة؟ طبيعتها كان جدي ساعني ماجد كنت كون تكون؟ كابتن ماجد حاجة تنحي لك ستريس؟ غناء سيري تحب تفرج فيها لكن ما لقيتش الوقت نكمل جيم اوف ثرون احسن نهار عندك في الجامعه جمعه صباح بكري ولا ليل مخر مخر اغنيه تونسيه قديمه ديما تسمعها ليش تقولي حبي لعبه الاسمر محمد علي الاسمر هو غناها ما غناها حد قبل ظهر لي جرو حاجه ما تقبلش تفدلك فيها الدين اهم حاجه بالنسبه لك الحقيقه ولا السعاده
الحقيقة. أقدم حاجة مستحفظ عليها؟ الكراس نتاع المكتب. أكثر حاجة اللي قال عملتها؟ حرقت فيه. أكثر حاجة تصرف عليها في فلوسك توا؟ لبسة. ماكلة تونسية تعرف طيبها من باهي؟ مقرونة. كلمة واحدة نجم توصف بها المسيرة نتاعك شنية؟ Unbelievable. صالح يعطيك الصحة. عايش خويا.